بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. حقيقي وحشتوني جدا وبشتاق للقائكم كل يوم ثلاث. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. والليلة دي الليلة رقم 26، وعبالي الليلة رقم 100,000 ان شاء الله في لقائنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يوم القيامة نقول له يا رسول الله التقينا معك بأرواحنا في الدنيا، فألف ليلة وليلة او ألف او ألفين ليلة حتى او مئة ألف ليلة، وكنا بنتمنى ان احنا نشوفك يا رسول الله ونلتقي بك يا رسول الله ونشرب من ايدك شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها ابدا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. ادينا داخلين على النبي، استحضر المنظر واستحضر المشهد المهيب الجميل. انت داخل دلوقتي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، هدوء وادب وسكينة غير عادية. اوعى تنسى التأشيرة تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا الليلة دي وكانت الدخلة نفس دخلة الليلة اللي فاتت، لما دخلنا لقينا عند النبي واحد من الصحابة بيقول له يا رسول الله أنا خطبت، فقال له أنظرت إليها؟ قال لا، قال ارجع فانظر إليها. عشان كده النهاردة لقائنا الليلة دي مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع درس بعنوان حوار مع خاطب الجزء الثاني. تعالوا نكمل مرة تانية. ربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا وإياكم على الخير وينور بيوتنا بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الخطبة، واتكلمنا عن أن الاختيار لابد أن يكون على أساس الدين. فاظفر بذات الدين، ده كلام حبيبك صلى صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. واتكلمنا وسألنا قلنا هل الخطبة، أنا بحاول بس ألخص لكم يعني ملخص سريع كده عن الحلقة اللي فاتت علشان اللي ما شافهاش يقدر يكمل معانا ويستفيد من الحلقة. قلنا هل الخطبة شرط في النكاح؟ يعني لازم عشان اتجوز لازم امر بالمراحل الطبيعيه اللي هي يعني خطبه وبعدين عقد وبعدين دخول او بناء؟ لا، مش شرط. الخطبه مجرد وسيلة للزواج، إنما هي ليست شرطا. يعني لو واحد راح عقد وبنى خلاص فزواجه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع أنها ليست شرطا. طيب، وذكرنا أن في نساء ما يجوز للواحد أنه يتقدم لهم، وقسمناهم نوعين يا جماعة. في محرمات على التأبيد، يعني لا يمكن تتقدم لهم أبدا ما دمت حيا. زي مين؟ زي الأم وزي الأخت وزي العمة وزي الخالة وزي بنات الأخت إلى غير ذلك بدون حصر يعني. وفي محرمات على التعقيد، زي ايه؟ زي اخت زوجتك. اخت زوجتك ما ينفعش تتجوزها مع زوجتك الا اذا طلقت زوجتك، ربنا يعافيك يا رب العالمين، واتجوزت ايه؟ اخت زوجتك. كذلك زوجة خالك او زوجة عمك او عمة زوجتك او خالة زوجتك، دول محرمات على التعقيد. وفي نوع تاني ما تقدرش تقدم له، ليه؟ المرأة المعتدة. يعني ايه المعتدة؟ ودول ثلاث انواع. واحدة يكون جوزها ميت وهي ما زالت في فترة العدة، فالعلماء قالوا يجوز تلميح ولا يجوز التصريح. يعني يجوز ان انت تلمح لها بان انت عايز تتجوزها، لكن لا يجوز ان انت تصرح. والنوع الثاني واحدة تكون طلقت الثلاث طلقات، ربنا يعافي بنات المسلمين يا رب العالمين، وما زالت فترة العدة، برضو قالوا يجوز التلميح ولا يجوز التصريح. لكن النوع الثالث واحدة طلقت الطلقة الأولى أو الثانية، فما يجوز لا التلميح ولا التصريح لأنها ما زالت زوجة. ووضحنا يا جماعة موضوع التلميح والتصريح إيه الفرق. يعني لما عاوز يلمح لواحدة يجوز أنه يلمح لها زي اللي طلقت ثلاث طلقات او اللي زوجها توفي وهي فترة العدة، يلمح يقول ايه؟ قلنا يا جماعة قول ابن عباس ان هو يقول مثلا يعني لو وددت ان الله يسر لي زوجة صالحة، باللغة البسيطة بتاعتنا في العصر ده يعني حضرتك اخت فاضلة وربنا يرزقك يا رب بزوج طيب، او انا اتمنى ان ربنا يرزقني بزوجة طيبة، وتلمح بهذا الكلام. يعني ايه؟ مش تبقى معدي من جنبها وتقول لها بكرة تندم يا جميل. يعني طبعا ايه ده؟ مش اسلوب يعني ايه تعريض. فالشاهد في الموضوع ان في يجوز التلميح لبعض النساء ولا يجوز التصريح. قلنا اللي يجوز لهم التلميح زي مين يا جماعة؟ اللي طلقت ثلاث طلقات وفي فترة العدة، ويجوز التلميح لواحدة زوجها توفي وما زال في فترة العدة. أما لو كانت مطلقة طلقة أولى أو تانية لا يجوز لا التصريح ولا التلميح لأنها ما زالت زوجة، فلو صرح يكون بذلك ممن يخبب المرأة على زوجها. ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين. قلنا كمان حضرتك رايح تتقدم للأخت الفاضلة اللي هتقدم لها، ربنا يبارك فيك ويجعل بيتكم يا رب كده يعني بذرة طيبة كده للتمكين للأمة الإسلامية. احنا بنقول يا جماعة احنا لما بنتكلم
بنتكلم عن قضية الزواج ما بنتكلمش عن قضية قضاء وطر أو شهوة أو متعة وخلاص، لا، احنا بنتكلم عن تمكين الأمة الإسلامية من خلال البيت المسلم. زي ما قلت لحضرتك، بيتي لما ينصلح وبيتك وبيتنا جميعا، يبقى الأمة كلها انصلحت أحوالها بفضل الله، يبقى الأمة عادت إلى ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يطهر بيوتنا وبيوتكم من المعاصي، ويملأ بيوتنا طاعة لله، ويجعلها أسعد بيوت في الدنيا، تكون بيوت على غرار وعلى يعني مثال بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتكلمنا حضرتك راح تتقدم، قلت يا ريت، واوعى تنسى الكلام دوت، قلت يا ريت اوعى تروح ايدك فاضيه، لازم تروح ايدك مليانه. وايدك مليانه بايه؟ بخيرات الدنيا والاخره. بمعنى رايح تتقدم، مفيش مانع ابدا اخد معايا علبه جاتوه او تورتايه جميله كده، او اي حاجه من انواع الحلويات الجميله، ومع الحلويات خدت غذاء البطن زي ما بيقولوا يعني، او غذاء الجسد، تاخد معاها غذاء القلب والروح. يا ريت تاخد معاها مثلا، عرفت ان عدد الاسره 7 افراد او 5 او 3، خد مصاحف وادالهم هديه، واطلب منهم ان هم يقراوا فيها، خد لهم كتاب عن سيره الرسول عليه السلام، كتاب عن الصحابه، عن الصحابيات، يعني خد لهم غذاء للقلب والروح برضو، علشان حتى تترك ذكرى طيبه في نفس هذه الاسره المباركه. قلت برضو يا ريت لو تاخد معاك وانت رايح والدتك او اختك، يعني عشان هيحصل ايه، انت هتقعد مع الاخت في وجود محارمها، وبعد ما تخلص القعده الاخت هتخش جوه، والدتك هتخش تقعد معاها وتدردش معاها، هتقدر توصل وتعرف حاجات انت تتمنى تعرفها، ممكن انت ما تقدرش تعرفها وانت قاعد مع الاخت. قلنا بعد كده برضو ان هل يجوز ان انت تشوفها مع اي حد من المحارم بتوع الاخت ديت قبل ما تروح بيت والدها؟ قلنا يجوز، يعني من باب درء المفسدة، ان بعض الاباء بيقول بنت تقدم لها 50 واحد وكلهم مشوا، هي للدرجة دي بنت مش كويسة او بنت وحشة؟ طبعا ده بيحصل شيء من التأذي للاباء والامهات اللي مش واخدين بالهم من المسألة الشرعية، ان عادي لو جه شاف بنتي 1000 واحد مدام رؤية شرعية في وجود المحارم وما حصلش نصيب، خلاص ربنا مقدر لها حاجة افضل من اللي احنا نتخيلها، ولعل وعسى ربنا يكرمها في الوقت القريب. لكن بعض الاباء نتيجة التعجل والقلق على بناتهم بنقول ما فيش مانع ابدا ان الاخ اللي رايح يتقدم ممكن يتصل باخو الفتاه ويقابل الاخ نفسه اللي هو اخو البنت اللي عايز يتقدم لها، ويقعدوا في اي مكان، لو مثلا عنده مكتب يروحوا المكتب عنده يقعدوا، ويشوف الاخت في رؤيه شرعيه برضه في وجود محرم لها، وده ما فيهاش اي مشكله خالص. فلو حصل قبول بعد كده يروح بيت والدها، بس ما يقولوش بقى ده الحمد لله يعني من اول ما شفتها في بيت اخوها او في مكتب اخوها الحظ، طبعا الجوازه هتتفركش من اولها. لا طبعا خليك ذكي ان انت ما تقولش اي حاجه خالص ولا تكذب، ولكن لا تذكر هذه المساله وكانك رايح لاول مره تشوف هذه الاخت علشان درء هذه المفسده. اتكلمنا كمان يا جماعه الخير حبايب قلبي، اتكلمنا عن اداب الزياره، اتكلمنا عن ان الاخ او الشاب اللي رايح يتقدم يا ريت يكون يعني يتادب باداب الزياره، لما يخبط ما يقفش في وش الباب، ولما يتفتح الباب ما يقولش ده بيت الاخت فلانه، لا عيب، لان في راجل موجود في البيت يقول ده بيت الحاج فلان او ده بيت الاستاذ فلان، وبعدين يذكر له يقول له والله انا فلان الفلاني اللي اتصلت بحضرتك علشان اتقدم لبنت حاج، اهلا وسهلا يا ابني. يدخل ما يقعدش الا في المكان اللي هم يحددوه له، ولو قعدوه في مكان يبقى كاشف فيه كل اهل البيت يستأذنه في انه ينتقل لمكان تاني، ما يكونش كاشف البيت، يكون مد ظهره للبيت عشان ما يطلعش على عورات اهل البيت، ويقعد بأدب وسكون وسكينة، ولما يتكلم ما يبقاش كلامه كله بس موجه للأخت، لا يا ريت برضه خلسة يتكلم مع والدها مرة، مع أخوها مرة، معاها هي مرة، بحيث إن هو يشعر الجميع باهتمامه بيهم. ولما يقعد مع والد الأخت في الأول قبل ما يقعد مع الأخت يا ريت يكلمه من باب يعني إيه، مش أنا جاي بس عشان أشوف بنتك، ده أنا سعيد جدا بلقاء حضرتك، ده حضرتك يعني والله يعني اللي سمعته عن حضرتك شوقني إن أنا آجي أشوف حضرتك، حاسس الراجل بانه مهتم بيه، هتدب المحبه ما بينهم من اول لقاء بفضل الله، ويكون ده سبب بفضل الله للقبول فيما بعد اذا حصل قبول ما بينه وما بين الاخت. قلنا يا جماعه في مسألة الجلسة أو الرؤية الشرعية بين الخاطب والمخطوبة هيتكلموا في إيه؟ إحنا قلنا يا جماعة خلي الكلام طبيعي، خليها جلسة تعارف، هو مش رايح يعمل لها اختبار في العقيدة ولا اختبار في القرآن ولا اختبار في أي حاجة، هو أهم حاجة يركز عليها إنها تكون إنسانة متربية تربية عالية جدا، وإنها تكون عندها هدف في الحياة، وتكون عندها عقلية ناضجة، وتكون إنسانة مطيعة لله سبحانه وتعالى. لا مانع إنه يسألها عن أخبارها مع القرآن، لا مانع إنه يسألها عن أخبارها مع الصلوات
الصلوات الخمسة، لا مانع أن هو يسألها عن حجابها، لبس حجاب شرع مظبوط ولا لأ، لا مانع أن يسألها عن برها بأمها وأبوها وهكذا، هدفها في الحياة، وممكن يوفر عليها بدل الإحراج، ممكن يسألها السؤال ويرد هو على نفس السؤال اللي سأله، يعني حضرتك أخت الفاضلة هدفك إيه في الحياة؟ والله أنا هدفي كذا، يقول أنا عن نفسي الحقيقة الحمد لله رب العالمين هدفي كذا. طب لو كنت يعني كان أمنيتك إيه في الشاب أو في فارس الأحلام اللي المفروض يتقدم لك، كان أمنيتك يبقى شكله إيه أو مواصفاته إيه، فتبتدي تتكلم فأنت تقول وأنا كمان كان نفسي إن الأخت الفاضلة اللي تقدم لها تكون متدينة وتكون عاقلة وتكون كذا وكذا، توفر عليها لأن ممكن هي تكون محرجة إنها تتكلم بانطلاق قدام والدها، ودي أول مرة ممكن تكون أنت أول واحد يتقدم لها، بيبقى عندها شيء من الحياء والخجل شديد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نكمل الموضوع بتاعنا النهاردة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هنتكلم بداية عن النظر إلى المخطوبة. إيه حكم النظر إلى المخطوبة؟ إيه العلماء قالوا إنه مستحب، يعني إذن يعني لو تم الزواج، يعني هو لو الزوج راضي انه يتجوز من غير ما ينظر للمخطوبه خلاص الزواج صحيح، لكن يستحب ان ينظر ليه؟ عسى ان يؤدم بينهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ان المغيرة بن شعبه رضي الله عنه وارضاه خطب امراه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، يجعل فيه يعني محبه بينكما وتدوم العشره بسبب هذه النظره. ليه؟ لان انت هيحصل قبول ما بينك وبينها بسبب هذه النظره بفضل الله سبحانه وتعالى، انت حابب انك ترتبط بهذه الاخت وهي تكون حابة انها ترتبط بيك، فيكون النظرة دي تكون لها نتيجة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا الحديث اللي ذكرناه في اول الدرس، الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله خطبت امرأة، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فانظر اليها، قال انظرت اليها؟ قال لا، قال ارجع او اذهب فانظر اليها. طيب ايه حدود النظر الى المخطوبة؟ انا يا جماعة بعتبر يعني بحط نفسي، سامحوني يعني بحط نفسي مكان الشاب اللي راح يخطب او يتزوج، وبقول هو اكيد عايز يسأل اسئلة، فانا قعدت احضر اسئلة كتيرة جدا في ذهني وبدأت احطها قدامي واجاوب عليها. ايه حدود النظر الى المخطوبة؟ ابص على ايه؟ يعني انا قاعد دلوقتي وقدامي يعني المحارم بتوع الاخت وهي قاعدة قدامي، طبعا كشف الكفين والوجه، دايرة الوجه كده والكفين، ايه اللي يجوز ان انظر اليه؟ جماهير اهل العلم قالوا يجوز النظر الى الوجه والكفين وبس، لكن في اراء تانية. الحنابلة بيقولوا يجوز النظر الى ما يظهر غالبا زي الرقبة وزي اليدين والقدمين، ده رأي الحنابلة. الامام الاوزاعي بيقول يجوز النظر الى كل شيء الا العورة، لكن الرأي الراجح فين يا جماعة؟ الرأي الراجح المعتبر عند أهل العلم الثقات أنه لا يجوز النظر إلا إلى الوجه والكفين وبس. واضح كده؟ يبقى بص على الوجه والكفين. سبحان الله، أهل الطب والعلماء المتخصصين يقول لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن احنا ننظر إلى الوجه والكفين فهل ده كفاية؟ قالوا آه كفاية، كفاية من خلال الوجه والكفين انك تعرف بفضل الله سبحانه وتعالى مدى نضارة هذه الاخت ام من عدم نضارتها من خلال الوجه والكفين فقط، بيكشفوا كل شيء في هذه الاخت اللي انت رايح تتقدم لها، فيكفي النظر الى الوجه والكفين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لكن هل يجوز ان انا يعني انظر اليها ككل عشان أجد ما يدعوني إلى الزواج منها؟ في حديث جميل جدا، حديث جابر بن عبد الله، لكن الحديث دوت خليه مفاجأة كده بعد الفاصل، نلقاكم بعد الفاصل. كتروا من الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا وإياكم على خير. بنحاول يا جماعة إن احنا نتكلم عن موضوع الزواج والخطبة والعقد والحد كلها علشان نفسنا فعلا أسر مسلمة تنشأ على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، قلنا ما يجيش واحد بقى يندم ويقول يعني أنت جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي بعد ما اتجوزت وعدى على جوازي 25 سنة، أقول له معلش ما أنت برضه عندك ولادك هيتجوزوا
اخواتك هيتجوزوا، قرايبك، جيرانك، حبايبك، يعني برضه هتعلمهم وربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وهتسعد بيهم بفضل الله. واللي ما قدرتش تعمله مع نفسك اعمله مع اولادك واعمله مع اخواتك. ربنا يا رب يبارك في بيوت المسلمين اجمعين، اللهم امين. قلنا حدود النظر الى المخطوبه، القول الراجح في هذه المساله عند اهل العلم الثقات المعتبرين اللي هو النظر الى الوجه والكفين فقط بفضل الله. لكن ورد حديث جميل جدا، حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة أو فخطبت جارية فكنت أختبئ لها حتى رأيت ما دعاني لنكاحها فتزوجتها. ايه معنى الكلام دوت؟ سيدنا جابر خطب جارية، سمع النبي عليه السلام بيقول لو واحد فيكم خطب امرأة او واحدة، يعني لو قدر يشوف منها ما يدعوه لنكاحها انه يتجوزها فليفعل. فالنبي اباح ان الانسان ممكن ينظر الى بعض الاشياء اللي تدعوه لنكاحها. يعني على سبيل المثال سيدنا جابر كان بيعمل ايه؟ سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه كان بيختبئ لهذه الفتاة وراء شجرة، او هذه المرأة كان يختبئ لها وراء شجرة، فاذا مرت هي لا تراه، هي مش شايفة ان هو شايفها اصلا، وهي خارجة لابسة ايه يا جماعة؟ ده لابسة حجاب كامل، حجاب كامل. لكن انا ليه بقول الكلمة ديت؟ قد يكون هناك شاب مثلا، عفوا خلينا صراحة عشان نوضح المسألة اكتر، قد يكون شاب مثلا يحب ان يتزوج اخت تكون نحيفة، وقد يكون هناك شاب يحب ان يتزوج اخت تكون يعني الى حد ما مش نحيفة. فلما يشوف الاخت وهي ماشية مثلا ولابسة حجابها كاملا فيختبئ فينظر فيرى يعني التفاصيل الكلية المجملة بدون تفاصيل يعني ايه جزئية، فيرى الشكل المجمل، والله واضح من شكلها المجمل ان هي نحيفة او انها مش نحيفة وهكذا، فده يدعو ان هو يتقدم ويتجوزها. فالنبي اباح ذلك صلى الله عليه وسلم اذا كان الهدف والغرض، ركزوا معايا، اذا كان الهدف والغرض انه رايح يتجوز مش رايح يتسلى ويقف بقى يتفرج على طوب الارض ويقول والله نيته اتجوز، ما يروحش يقف عند الجامعة ويتفرج على امة لا اله الا الله، يتفرج على نص قارة افريقيا عشان يلاقي منهم واحدة. فاحنا بنقول لا، ده الهدف من ده كله ان يكون في واحدة معينة عايز يركز على انه يتقدم لها، فبينظر ما يدعوه الى نكاحها. طبعا سيدنا جابر بن عبد الله زي ما قلت لحضرتك كان بيختبئ من اجل اول ما شافها ورأى ما يدعوه لنكاحها تقدم وتزوج مباشرة. طب السؤال اللي بعد كده، هل يجوز انا تقدمت مثلا لواحدة وخطبتها، مش انا يعني لحسن زوجتي تكون سمعانه ولا حاجه، لا ده انا بتكلم عموما يعني ايه، يعني اي شاب مثلا يعني راح يتقدم لاخت مثلا عشان يتجوزها، فراح شافها وقعد معاها في وجود محارمها. طيب بعد ما شافها وقعد معاها قعده طويله ودردشوا مع بعض، وعلى فكره المساله مش مقيده بوقت، مش هنقول له مثلا قدامك خمس دقائق وبعد كده يبقى ايه يعني كارت احمر، لا يعني هو هيقعد براحته ويستأنس بالجلسه معهم، بس يعني ما يقعدش مثلا 15 ساعه ويقول انا نصي بركز يعني بس ايه يعني بجمع بس معلومات وبعمل بحث حاله، لا طبعا يعني الجلسه ما تزيدش عن مثلا ساعه ساعه ونص، يعني يا بختي منظره خفيف زي ما بيقولوا يعني، فعشان تكون ضيف خفيف على قلوب الناس. قعدت معها ولكن في خلال الجلسة ديت، لان ده جواز يا جماعة، دي مش عربية هغيرها ولا مثلا كرافطة هشتري غيرها ولا ساعة هبدلها، لا دي زوجة عشرة العمر كله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. فقعد ولكن في خلال القعدة اللي قعدها دي قدر ربنا سبحانه وتعالى ما لحقش يتكلم مع الاخت، كان ليها اخ قاعد ما شاء الله دخل في انواع العربيات وانواع مش عارف ايه وسباق كاس العالم ومش عارف ايه وخد الجلسه كلها، والاخ اللي جاي يشوف الاخت ما لحقش يتكلم معاها كلمتين ولا يبص لها حتى بصتين، فيعمل ايه؟ فيستاذنهم انه يكرر الزياره مره ثانيه. مفيش مانع يا جماعه، ده جواز ما فيهوش حرج ابدا، فيروح مره ثانيه ويحدد ميعاد مع والدها برضه بكل ادب وحياء كده بعد اذن حضرتك يا فندم، ربنا يجازيك عنا كل خير، يعني يسعدني جدا ان اجي اجلس مع حضرتك. شوف الكلام، عايزين ننطق الكلام كده واحنا داخلين بيوت الناس، يسعدني ان انا اجلس مع حضرتك مره تانية لاني فعلا ما لحقتش اجمع من وعادي مع حضرتك، مش بقى بعد اذن حضرتك ممكن اجي مره تانية عشان ما لحقتش يعني ابص غير بصتين بس او ثلاث بصات، فمحتاج ابص 70 بصه عشان يعني اركز في الموضوع، لا خلي الكلام واضح جدا وخليه مهذب جدا جدا وخليه منضبط. والله يا عمي انا سعيد جدا بمعرفه حضرتك، والله يعني حقيقي حتى لو ما كانش في نصيب يسعدني ان انا اتعرفت على واحد زي حضرتك. تاذن لي يا عمي ان انا اجي مره تانية اقعد مع حضرتك في الوقت اللي يعني يناسب حضرتك، والله يا ابني اتفضل تعال لنا ممكن بكره، تعال لنا يوم كذا، حدد معاه الميعاد وروح
روح برضو في نفس الميعاد واقعد معهم. قعدت معهم دردش واقعد اتكلم وفتح مع الاخت في المواضيع اللي انت عايزها، بس يا ريت تكون مواضيع منطقيه، ما تبقاش مواضيع يعني على هامش يعني خليك ايه، خليك عملي، واتكلم معاها ودردش معاها وفتح في كل المواضيع اللي انت عايز تتكلم فيها لحد ما تبني راي وتحط في نفسك او في عقلك كده صوره عن الاخت دي، يا ترى هي تناسبني ولا ما تناسبنيش. ممكن تثير المواضيع كلها اللي ممكن تكون قلقاك، ممكن تشوف هذه الاخت مثلا هل هي انسانه مصرفه ولا مش مصرفه، هل هي بخيله ولا كريمه، هل هي طبعا مش هتسالها، مش تقول لها انت بخيله ولا كريمه، طبعا هتقول لك انا كريمه جدا يعني، انما انت ممكن تعرف من خلال الكلام معاها، ممكن تعرف اذا كانت هي انسانه حيه ولا جريئه، ممكن تعرف من خلال كلامك معاها اذا كانت هي صوتها عالي قوي ولا صوتها يعني لا قدر الله بسيط جدا يعني ماشي، لان دلوقتي الاصوات الا من رحم الله بقت يعني ما شاء الله استيريو اللهم بارك يعني. وحاول بقدر الامكان تعرف اللي انت عايز تعرفه. طيب ما كفتش في الجلسه الثانيه، لا مانع خليها جلسه ثالثه، بس ما نقعدش نبص بقى يعني، ما نقعدش نعمل الجلسات دي 6 سنين مثلا يعني قبل ما نقرر يعني، لا يعني خليها الجلسات كده امور بسيطه كده لحد ما تقف على قرار محدد وتستخير ربنا وتستشير احبابك واخوانك واهلك وناسك لحد ما خلاص استقريت على راي واتصلت بحماك. السلام عليكم يا عمي، يسعدني جدا ان شاء الله نرتبط بالاخت الفاضله، ربنا يبارك فيك، انا خلاص استخرت ربنا ومرتاح. يا ترى الاخت مرتاحه؟ اه الحمد لله مرتاحه. طب الحمد لله. بعد ما قلت رايك مباشره لا يجوز لك ان انت تروح تقعد معاها الا بعد العقد، لكن هقول برضو حاجه عشان ما حدش يقول ان احنا مقفلين الدنيا كلها، في حاجه تانية استثنائيه هنذكرها دلوقتي برضو، لكن بقول ان ينفع تروح تشوفها مرة واثنين وثلاثة واربعة. اه ينفع، ينفع تكرر الزيارة مرة واثنين وثلاثة واربعة. وانا بتكلم يا جماعة الخير حبايب قلبي عن التفاصيل الدقيقة دي ليه؟ عشان الامور ديت ممكن يكون في شباب كتير جدا نفسه يسأل عنها، وممكن تكون في اخوات كتير نفسهم يسألوا عنها، فاحنا بنوفر عليكم الوقت وبنعتبر نفسنا مكانكم بالظبط، وبقول لك اجابة الموضوع ان انت يجوز تشوفها مرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، لكن في النهاية مجرد ما قررت خلاص ان انت ترتبط بهذه الاخت الفاضلة خلاص لا يجوز ليك ان انت تشوف لا الوجه ولا الكفين، خصوصا اذا كانت منتقبة، الا بعد العقد مباشرة. طيب هستخير ربنا، طبعا هستخير ربنا، هعمل ايه؟ وزي ما قلنا بقى الذوقيات المهمة قوي اللي نفس شبابنا الحلوين ربنا يا رب يبارك فيهم نفسي يشربوا الذوقيات الحلوة ديت، ومش بتهم بحد ان هو يكون ما عندوش الذوقيات ديت، اكيد كلكم عندكم الذوقيات ديت، بس من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اخويا حبيبي رحت شفت الاخت، قدر ربنا سبحانه وتعالى، ودي زي ما قلت لحضرتك دي فايده ان انت ممكن تشوف الاخت مع محرم ليها قبل ما تروح للاب، ان انت ممكن تكون باني صوره معينه، واحد نفسه يتزوج اخت تكون سمراء، واحد تاني نفسه يتزوج اخت تكون خمرية، واحد نفسه يتزوج اخت تكون بيضاء، وهكذا تكون نحيفة تكون مش نحيفة. فانت لما بتشوفها في اول لقاء مع اخوها مثلا مع اخوها وقاعد معاه وشفتها، خلاص بنيت الصورة المبدئية، الصورة المبدئية ان انت ممكن ترتبط بالاخت ديت اذا كانت الصفات بقى الخلقية والسلوكية والاخلاقيات بتاعتها مناسبة جدا لاخلاقياتك وسلوكياتك، فانت بتبني الصورة المبدئية اللي بناء عليها بتتقدم. طيب لقيتها مش في الصوره اللي انت محتاجها، او مش هي اللي بيسموها التيب، مش التيب اللي انت عايزه، واخد بال حضرتك؟ فبتقول خلاص من البدايه كده ايه يعني، بوصل لاخوها مثلا ان انا استخرت ربنا وربنا يا رب يرزقها بواحد افضل مني بكل ادب وبكل ايه، ويبقى احنا ما جرحناش البيت ولا جرحنا والدها ولا والدتها ولا سببنا لهم ازمه نفسيه. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انت من اول لقاء وهي موجوده مع اخوها وانت حسيت بارتياح ورحت البيت، فلما ابتديت تتناقش معاها في اول مره او تاني مره او تالت مره بعد كده اكتشفت فيها صفات ما ينفعش انها تكون زوجتك في الوقت دوت، وما ينفعش ان انت ترتبط بهذه الاخت الفاضله، مش نتيجه ان هي مش كويسه او نتيجه، لكن نتيجه اختلاف في الاهواء او اختلاف في الاخلاق او الطباع او وحسيت ان ده ممكن يعمل لك مشكله بعد الزواج، ممكن تكون سبب تكدير حياتك وحياتها. فانت بتعمل ايه؟ ما بتروحش بقى تقول لوالدها السلام عليكم يا عمي، والله انا يعني الحقيقه كنت اتمنى ان اتجوز بنتك، لكن الحقيقه انا مش مرتاح لها خالص بالمره، ومش عايز اقول لك انا كمان يعني ده انا يعني الحمد لله ان انا كملت القعده معاكم يعني، واخد بالك؟ لا طبعا دي مش اخلاقيات مسلمين، احنا عايزين نقول بقى الاخلاقيات المسلمين نعمل ايه بقى؟ نعمل كالاتي، واسمع مني بقى كده وركز بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هتتصل بوالدها لو كنت موافق، والحمد لله استخرت ربنا، وهنقول دلوقتي الاستخاره تتم ازاي. لو كنت موافق بتتصل بوالدها، السلام عليكم يا عمي ازاي
حضرتك وازاي صحة حضرتك وازاي اختنا الفاضلة والاسرة الكريمة، ربنا يبارك في عمركم يا رب العالمين. والله يا عمي انا سعيد جدا جدا بمعرفة انسان فاضل زي حضرتك، حقيقة انا حسيت يا جماعة ان انا كنت قاعد وسط اهلي، والله حسيت ان حضرتك فعلا والدي، وان زوجة حضرتك هي امي والله، وان الاخت الفاضلة دي يعني والله انا سعيد جدا بلقائكم جميعا. والحقيقة استخرت ربنا واستشرت اسرتي، واحنا سعداء جدا بان احنا ان شاء الله نرتبط بهذه الاسرة الكريمة المباركة، وانا بعتبر ده من فضل ربنا علي، ربنا سبحانه وتعالى اللي ساق لي الاسرة الفاضلة الطيبة دي. يا سلام على الكلمات الحلوة اللي تفتح القلب، لو الراجل كان ناوي يغلى عليك الدنيا كلها هيقول لك يا ابني خدها يا حبيبي، ويعني بهدومها حتى، واخد بالك؟ شوف الاسلوب الجميل. طيب كان العكس بقى، ما كنتش موافق او استخرت ربنا ما حسيتش بارتياح، او استشرت امك وابوك وحبايبك فلقيت الموضوع مش هيكون مناسب، بكل ادب برضه، سلام عليكم يا عم ازاي حضرتك، والله انا سعيد جدا برؤيه حضرتك، والله اتمنى اشوف حضرتك اكتر من كده واقعد مع حضرتك واستفيد من خبرات حضرتك واتعلم من اخلاقيات حضرتك، ربنا يبارك فيك، وازاي الاسره الكريمه، ربنا يبارك فيك يا رب. بالله عليك يا عم اعتبرني ابني ليك من هنا ورايح، اي حاجه تامرني بها تحت امرك، يعني لو اعتبر حضرتك عندك ولدين اعتبرني انا ابنك الثالث، والله انا تحت امر حضرتك وسعيد جدا بمعرفتك، وانا مكسوف اقول لحضرتك والله انا استخرت ربنا سبحانه وتعالى في أمر أختنا الفاضلة، والحقيقي يعني أنا حسيت فعلا أن أنا ما استحقش الأخت الفاضلة دي، ربنا يا رب يرزقها بواحد أفضل مني 1,000,000,000 مرة، لأن هي فعلا تستحق كل خير ومن أسرة فعلا تستاهل كل خير. ودعي لي يا عم ربنا يرزقني بواحدة فاضلة زي بنت حضرتك، ربنا يجزيك عنه كل خير، وأستأذن حضرتك وكلمتين حلوين كده. شوف الكلام، الراجل لن يشعر بأي حرج، يا سلام على أدب الشاب ده. شوف يا أخي حتى وصل لي المعلومة إزاي، لا في تجريح ولا في كلمة وحشة قالها في بنتي، ولا حسسني إن بنتي ديت يعني ما تنفعش تتجوز، بالعكس ده حسسني إن بنتي ده خسارة فيه حتى هو نفسه، يعني شوف الكلمة وهكذا. دي أخلاقيات يا شباب المسلمين ربنا يبارك فيكم، محتاجين إن احنا نتعلمها علشان ما نجرحش بيوت الناس. ياما ناس بتتأذى، والله الذي لا إله غيره، ياما ناس بتتأذى. أنا أذكر إن في شاب مرة كان هو يعني ربنا يكرمه كان يعني عاملها كده لله، إن هو يوفق ما بين أخ وأخت، يعني يروح لأهل الأسرة لأسرة الأخت ديت ويقول لهم والله في عندي أخ مواصفاته كذا، ويعني لو تحبوا إني خليه يتقدم، وهكذا كان يعني بيوفق رصيم في الحلال زي ما بيقولوا يعني. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الاخ في يوم من الايام واحد بيقول له انا عايز اخت مواصفاتها كذا، قال له عندي موجوده، راح شافها والحمد لله حصل قبول، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى انه بعد ما راح شافها ووافق واتصل بيهم وقال له استخرت ربنا وموافق وحددوا ميعاد العقد، والاخت تعزم اهلها واسرتها وناسها جولها من المحافظات، ويقدر ربنا انه ما يروحش الفرح اصلا، ويختفي 3-4 شهور ويقابله الاخ بعدها يقول له فينك يا اخي، ده انا يعني انت كنت فين؟ قال له خير، قال له الاخت اللي انت تقدم، قال له انت لسه فاكر؟ ده انا اتجوزت وخلاص وبقالي 3 شهور متجوز ومش عارف ايه. شوف المواقف المحرجه، احنا يا جماعه لازم نراعي ان احنا بنخش بيوت مسلمين، وما ينفعش برضه في المقابل اخويا وحبيبي دي ذوقيات اخويا، ده انا بعلم اخويا وحبيبي الاصغر مني او اللي قدي، ان انت لما تروح لازم تاخد بالك، حط نفسك مكان الناس دي، تحب الناس تتعامل معاك ازاي، لو دي بنتك تحب الناس يعملوا معاها، اعمل مع الناس زي ما انت بتحب ان الناس تعمل معاك، وهكذا. فبالتالي فممكن بقى في المقابل واحد يعمل حاجه ثالثه خالص، يقول انا لا هرد بحلو ولا بوحش، انا هسكت خالص. لا برضه ليست من ذوقيات اخويا وحبيبي ان انت ما تردش، لان الناس برضه هيفضلوا متعلقين، وممكن يكون متقدم لها واحد واثنين وثلاثه ويقول له معلش لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، ما حدش يتقدم لحد اما الاخ ده يقول رايه. فلازم تقول رايك، حتى طب انت محرج مش قادر تتصل وتقول اصل انا بتكسف، خلاص مفيش مشكله، خلي والدك يتصل بوالد الاخت، السلام عليكم يا حاج، ده انا سعيد جدا، ده ابني والله جه من عندكم بيشكر فيكم، والله ده انا كنت اتمنى اكون معاه، والله ده انا سعيد جدا بسيرتكم الطيبه، وان شاء الله معرفه خير يا رب، ويجمعنا على الخير دايما، وان شاء الله يجمعنا جميعا في الجنه، والله بس هو الابن يعني مستحي من حضرتك والله يا فندم، هو استخر ربنا، وان شاء الله ربنا يبدل بنتك واحد افضل منه ان شاء الله، وانا متاكد ان بنتك تستاهل كل خير. شوف الكلمات الحلوه وهكذا.
خلي صخره تتحطم عليها موضوع الاحراج ده. المهم ان انت اوعى تسيب الاخت متعلقه، لازم ترد، ولما ترد ترد بادب وترد كده برحمه وحنيه. ممكن ابو الفتاه يقول لك يعني معنى كده ان انت رافض، يعني بنتي مش عاجباك ابدا؟ استغفر الله، انا قلت انها مش عاجباني؟ ده تعجب الباشا يعني، بس حضرتك يعني ربنا يبارك فيك، انا استخرت ربنا، وانا لما استخرت ربنا، ربنا هو اللي بيقدر اذا كنت انا ينفع نتجوز او ما ينفعش، فربنا قدر حاجه غير اللي انا نفسي فيها. فتسامحني يا عم، ربنا يبارك فيك. تعالوا نكمل موضوع الخطبه بعد الفاصل. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من المحبه ولحظه صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، ربنا يبارك فيكم، واحنا في انتظار بعد دقائق معدودة كده، في انتظار الاس ام اس بتاعكم وفي انتظار تليفوناتكم. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما، اللهم امين. اخويا وحبيبي كان واحنا في الفاصل، اخويا وحبيبي اللي معانا في الاستوديو ربنا يبارك فيه، وبشكر كل اخواني اللي ورا الكاميرا، وبشكر اخويا وحبيبي الاستاذ شريف احمد سمير وكل القائمين على القناة المباركة. يعني عايز اقول انه بيسأل سؤال بيقول طب انت دلوقتي اتكلمت عن حته ان لو هو الشاب نفسه رافض، امال طب لو الاسره، اسره البنت او لو البنت نفسها اللي رافضه تقول ايه؟ طبعا البنت مش هترد، هو والدها هو اللي يرد او اخوها. فهيقولوا مثلا للشاب دوت، مثلا هو اتصل، افترض هو بقى كان موافق ومبسوط جدا، السلام عليكم يا عم. عليكم السلام، انا استخرت ربنا الحقيقه وسعيد جدا جدا ان انا يعني اكون يعني اناسب اسره فاضله زيكم، هم كانوا رافضين او البنت كانت رافضه، يقولوا ايه؟ والله يا ابني ده يا سلام، ده شرف كبير لينا يا ابني، والله ده احنا، ده انا يا ابني بمجرد ما شفتك، ده مين اللي يقول كده؟ ابو البنت. ده انا بمجرد ما شفتك انا اعتبرتك فعلا كانك ابني، واتمنى يا ابني ان انت فعلا تكون العلاقه دايما ما بيننا يا ابني، وتكون حاسس كده ان انا زي والدك، وان انت فعلا تكون زي ابني، واسعد جدا يا ابني بزيارتك وبرؤيتك اكتر من مره، ربنا يبارك فيك. لكن الحقيقه يعني ربنا يبارك في حضرتك، انت عارف الجواز يعني نصيب، وزي ما بيقولوا اسمه ونصيب. فيعني هي الحقيقه الاخت استخارت ربنا، ويعني بتبلغ حضرتك ان ربنا يا رب يرزقك بواحده افضل منها ان شاء الله، وانت تستاهل كل خير يا ابني، والله يا ابني تستاهل كل خير. شوف الكلام الجميل يا جماعه، الكلام ده لا يمكن يجيب دوات ولا يجيب زعل، لان فعلا برضو زي ما اتقال لي حالا في الاستوديو برضو في الاستراحه، ان احيانا بتحصل مشاكل كبيره وبتحصل حروب بين اسر بسبب ان هو ما وافقش عليها. ليه؟ هي بنتي تتعيب؟ هو بنتي فيها ايه؟ هو ايه اللي ما عجبوش فيها؟ ده انا بنتي دي اتمناها اللي احسن منه واوا. ما ناخدش الموضوع يا جماعه بالمنظر ده، دي مساله توفيق من عند ربنا، هو استخار ربنا وهي استخارت ربنا. لو ربنا مقدر يكونوا البعض هيكونوا البعض، لو ربنا مش مقدر خلاص هو حاسس بشيء بيصده عن الزواج دي، او هي حاسه بشيء بيصدها عن الزوجه دي، ده ما يزعلش يا جماعه. مش احسن ما يمشي معاها بره وبعدين يروح يبص لها وبعدين يمشي معاها وبعدين يحصل ما بينهم قصه حب وبعدين يخرجوا وبعدين يهربوا؟ التطور الطبيعي الحاجه الساعه انتوا عارفين يعني. فبنقول مش احسن ما دخل البيت من بابه، واخد بال حضرتك؟ فاذا المساله محتاج ان احنا ناخد المساله كده بشيء برضو من العقلانيه وشيء من الوعي، ان مش عيب ان يتقدم لبنتي 50 واحد ما دام دخل برؤيه شرعيه وجلسه شرعيه، ولما رفض رفض بادب جم، مفيش مشكله خالص. ايه المشكله؟ بنتي ما تتعيبش، لكن مفيش نصيب. ناخدها تحت الايه؟ تحت البند ده، ان بنتي فاضله واللي اتمناها كل انسان في الدنيا، لكن لسه النصيب ما جاش او ما فيش نصيب مع اللي تقدموا لها، فما فيش اي مشكله خالص يا جماعه. برضه في نفس الوقت الشاب نفسه لو اترفض ما ياخدوش بقى الكبر والعزه بقى ويقول انا اترفض، ده انا ده هي الطول انها تتجوز واحد زي ده انا نص بنات البلد كانوا بيجروا ورايا ومش عارف ايه والكلام اللي احيانا بيتقال من بعض الشباب. لا اخويا وحبيبي اوعى تزعل، هي هتعيش، دي جوازه زي ما قلنا، دي مش عربيه هنبدلها ولا هي ساعه هتشتري غيرها، لا دي زواج، ده عشت العمر كله وعشره العمر كله. فلما هي تقول انا استخرت ربنا وما حصلش نصيب او مش حاسه بشيء من الـ يعني الـ من الـ يعني القبول او غير ذلك، فده ما يزعلكش ابدا، ده مش عيب لا فيك ولا عيب فيها، بل بالعكس يا جماعه عايزين نتقبل هذه الموضوع. طيب كيفيه الاستخاره؟ هستخير ربنا، انا رحت اتقدمت لاخت فاضله، وبعد ما اتقدمت في اخر الجلسه الجميله تمام، طب انا زي ما قلت لحضرتك يعني ممكن اكون لسه ما استوعبتش الموضوع وعايز اتكلم معاها مره تانية، هحدد ميعاد معاهم تاني، طب لسه عايز مره ثالثه وهكذا، بس ما نطولش اول مرات لحد اما في الاخر خالص ورسيت على حل ان انا فعلا انا متقبل الاخت ديت وهي متقبلاني، بس عايزين نستخير ربنا سبحانه وتعالى. لما نستخير يا جماعه عايزين نستخير ونحن على الحياد، احفظ معايا الجمله ديت لان دي اهم جمله هتسمعها النهارده.
استخير ربنا وأنت على الحياد، مش رايح تستخير ربنا استغفر الله تحصيل حاصل. يعني أنا بس أصلي صلاة الاستخارة بس عشان إيه؟ دي من ضمن الطقوس اللي بتتعمل في الجواز وكده، فأنا هستخير ربنا، لكن أنا كده كده أنا حاطط في دماغي هتجوزها ولو انطبقت السماء على الأرض أنا متجوزها. لا، الموضوع مش كده، لازم تكون على الحياد، وإلا يبقى أنت كده ما سلمتش أمرك لله، ما توكلتش على الله، ما لجأتش لربنا، ما زلتش نفسك لله. لا، أنا رايح أستخير ربنا وأنا على الحياد، يا ربي أنا لا أحسن التدبير ولا الاختيار، أنت اللي اختار لي. شوف بقى الدعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة ده دعاء زي كل دعاء، والدعاء ده لابد يكون فيه آداب الدعاء. إيه آداب الدعاء؟ آداب الدعاء أن تبدأه بالثناء على الله، بالثناء على الله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول دعاء الاستخارة، ثم تختم دعاء الاستخارة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يضيع الله عز وجل دعاء بين صلاتين على حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هنقول في دعاء الاستخارة ازاي؟ الأول هنصلي الصلاة. هو في صلاة مخصوصة اسمها صلاة الاستخارة؟ لا. ايه ده، معقولة؟ اه طبعا معقولة، ما فيش صلاة مخصوصة اسمها صلاة الاستخارة، إنما في حاجة اسمها دعاء الاستخارة. طب دعاء الاستخارة ده تعمل فين؟ في صلاة برضه. طب إزاي مفيش صلاة استخارة؟ هو النبي لما قال صلاة الاستخارة ليه؟ قال إذا هم أحدكم بشيء، تمام، وأراد يعني أردت أن أنت تستخير ربنا، فليصلي ركعتين دون الفريضة. يعني إيه؟ يعني في أي ركعتين؟ ركعتين سنة الصبح وهستخير فيهم ربنا، ركعتين تحية المسجد وهستخير فيهم ربنا، ركعتين صلاة الضحى وهستخير فيهم ربنا، ولو كنت عايز، خد بالك عشان المساله تبقى مكتمله، ولو كنت عايز ان انت تصلي ركعتين مخصوصتين لصلاه الاستخاره فلا باس، مفيش مشكله. انا مانيش في وقت لا ظهر ولا مغرب ولا عشاء ولا صبح ولا مفيش وقت سنن، تمام كده، وعايز اصلي صلاه الاستخاره، اصلي صلاه الاستخاره لكن في غير وقت النهي، يعني ما يكونش بعد صلاه الفجر الى الشروق، وما يكونش بعد العصر الى المغرب، ننقي اي وقت تاني وافضل لك يكون وقت صلاة الاستخارة ده. أنا من باب التفضيل وليس من باب الإيجاب، وقت التفضيل بالنسبة لي إن أنت تكون في التلت الأخير من الليل. ليه؟ ده وقت نزول الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، فينادي هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، وهكذا. فنقوم نصلي ركعتين عشان نقول دعاء الاستخارة. صليت الركعتين وبعد التشهد وقبل التسليم، وبعضهم قال لا ممكن يكون كمان بعد التسليم، تمام كده، هتقول دعاء الاستخارة. هتعمل ايه؟ اول حاجة قلنا حبايبي، قلنا هنثني على الله، نثني على الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك يا الله باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى، تثني على ربنا سبحانه وتعالى، ثم تصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا. وتنبادئ دعاء الاستخارة، تبالي بقى تقول اللهم إني، اسمع بقى وركز معايا، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، خد بالك، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن زواجي من فلانة الفلانية، وتسميها مش لازم باسمها واسم أمها، لا اسمها واسم أبوها، خد بالك، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من الأخت الفلانية خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. خد بالك، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من الأخت الفلانية شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وتقوم قايل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يضيع الله عز وجل دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت استخرت ربنا. واحد يقول لي بقى أنا لما استخرت ربنا حصلت معايا مشكلة، إيه هي؟ إن أنا لما نمت في الليلة ديت ما شفتش رؤية. لا، ما اشترطش. بعض الناس فاكر يا جماعة إن هو لما يستخير ربنا لازم يشوف رؤية، طبعا ما فيش أي حديث ورد في هذه المسألة، يعني مش لازم تشوف رؤية. أمال استخير ربنا كم مرة؟
بعضهم يقول لك استخير ربنا 7 مرات، برضه لا ما وردش. امال ايه اللي ورد؟ اللي ورد اخويا وحبيبي واختي الفاضله ان انا هستخير ربنا وبعدين امشي في الموضوع اللي انا ماشي فيه، واذا الموضوع تيسر يبقى هي دي نتيجه الاستخاره، واذا الموضوع تعسر فيبقى دي نتيجه الاستخاره. طب من حق استخير ربنا كم مره؟ زي ما انت عايز، ان شاء الله تستخير ربنا 70,000 مره، لكن لا نقيد الاستخارة ب7 مرات. ما نقولش يبقى لازم تستخير ربنا 7 مرات. في المرة السابعة هتشوف بقى حاجات كتيرة قوي، هتلاقي الدنيا يعني بامبي وحاجات زي كده. لا ما وردش اي حاجة من الكلام ده كله، لا 7 مرات ولا كذا، ما نقيدهاش. ممكن تستخير ربنا مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين، زي ما انت عايز. استخير ربنا دي عبادة بتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، ودعاء الاستخارة سبحان الله في انخلاع من حول العبد وقوته الى حول الله وقوات. شوف المعنى، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنا ما عنديش علم يا ربي، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. شوف بقى، فإنك تعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، أنا ضعيف يا ربي، وتعلم ولا أعلم، أنا يا ربي أنا جاهل، أنا ما أعرفش، أنت الذي تعلم وأنت علام الغيوب. قالوا هو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة، العلم والقدرة. شوف قد ايه، فاذا انت بتشوف بتنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، فربنا هو اللي بييسر لك الخير بقى، تمشي في الموضوع تيسر، هي دي نتيجة الاستخارة. ما تيسرش يبقى هي دي نتيجة الاستخارة. علشان كده بقول يا جماعة ان لازم لما نروح نتقدم لازم نستشير حبايبنا، ولازم نستخير ربنا قبل اي حاجه سبحانه وتعالى، عشان ربنا يبارك في هذه الزيجه المباركه. قبل ما تلقى صلاتكم هنقرا برضو بعض الاسم اسز، ونكمل ان شاء الله موضوع الخطبه ان شاء الله في الحلقه القادمه. مين معانا يا استاذ شريف؟ الاخت صباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. اهلا بك حضرتك. انا متقدم لي عريسين، نعم، واحد جارنا وواحد قريبنا. اهلي عايزين ان هم قريبنا، وانا عايزه جارنا ده يعني سافر كويس يعني وكده، هم نعم. عشان بقى يعني بياخدوا من العيله وكده فعايزين. نعم، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طب يعني جار حضرتك اللي انت عايزاه هو بيصلي وما بيشربش سجاير؟ طب الحمد لله رب العالمين، وقالوا ناس كويسه يعني وكده. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول الرساله هنا للاهالي بقى وللاسر، برد على الاخت صباح، عايز اقول ان لما يكون متقدم لبنتنا واحد مناسب ومتدين وكويس، مش لازم ان احنا نتعنت في ان احنا نجبر بنتنا على الزواج من شخص ما ثم يحدث بعد ذلك خلاف ومشاكل ونرجع بعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريتنا جوزناها اللي هي عايزاها. لا، ده احنا لازم نركز على هذه المساله، ان لازم نعرف راي البنت ولا نجبرها على الزواج من اي واحد تكون مش عايزاه. الاستاذ عبد المحسن، السلام عليكم. الو، مرحبا، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمه الله. كيف الصحة يا أستاذ محمود؟ مشتاق لك كثير. الله يسلمك. الله يخليك ويعزك، ربنا يرفع عنك. أستاذ محمود، أنا ما أنا داخل في الموضوع الخاص بالزواج، نعم، لكن أنا عندي ابن عمي يعني عمره تقريبا 23 سنة ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله. تكلمت على الزواج وهذا لأنه التزم منذ سنتين، نعم، وبعد أن التزم اشتد أكثر في بالنسبه لامور الزواج، انه لم تكن له تجارب سابقه، كان ولد مؤدب ورقيق جدا جدا. وعندما تكلم عن الزواج يعني لا يريد الزواج لانه يرى ان لقاء المراه ويعني الجماع في الحلال والامور هذه يرى ان يعني اسمح لي اقولها يعني امر مستقبل. قلت يا اخي كيف الانبياء تزوجوا والصحابه تزوجوا وهم اقرب الى الله منا، يعني ما شيء عادي طبيعي، ولكن اتضح انه الاب يعني كان يعني في ايام الطفوله كان في شده وصرامه وكل شيء يتعلق بالعوره وقذاره وهو كذا وهو كذا، فاشتد عليه، فعندما دخل والتزم وهذا ما زالت التربيه الصارمه في يعني موجوده في عقله. فنريد على الاقل، اتمنى ان يكون هو يطالع الحلقه اليوم يعني ليتلقى، ده احنا عايزين نبعث له رساله انه يقول والله انا اذا اردت ان اتمتع في الزواج ففي الحور العين. ده احنا عايزين نوجه له رساله، يعني من حرم زينه الله التي انزل؟ طبعا طبعا. وبعدين نتمنى دلوقتي ما اطول عليك، نتمنى انه تعطي نصيحه، وانا متاكد انه الان يطالع الحلقه ويطالع اسمي واقول له يا زياد اتق الله
وتزوج وان شاء الله اشوف اولادك. حاضر استاذ محسن، انا يا حاضر، انا يا حاضر يشيل الخوف. نبعث له حاضر، نبعث له نصيحه حالا. حاضر حاضر هنا. عايزين نبعت نصيحه مش له هو لوحده، نبعتها لكل شاب مسلم، نقول حبيبك صلى الله عليه واله وسلم قال كما في الصحيحين: يا معشر الشباب تزوجوا، يا معشر الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع، دي مش قذارة بقى، لا ده 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 أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، وفي بضع أحدكم صدقة، في إتيان الرجل امرأته في الحلال صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. ربنا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أول حاجة عايز أقول لحضرتك جزاك الله خيرا يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. ممكن بس عندي سؤال، هو فضل. أنا مخطوبة. نعم. وبس عندي مشاكل يعني مع خطيبي، كل شوية بنتخانق وحاجات كده. نعم. فأنا مش عارفة أخد قرار صح يعني. نعم. بس انا مرتاحه معايا، بس في نفس الوقت بنتخانق كتير جدا وعلى حاجات بسيطه قوي. مخطوبين بقالكوا قد ايه؟ بقالنا 7 شهور. 7 شهور، ما هذه فتره، ما هذه مشكله، ما ده اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيه. اختي الفاضله هجاوب على حضرتك حالا. احنا عايزين نقول يا جماعه فتره الخطبه ما ينفعش انها تطول بالمنظر ده، 7 شهور وثلاث سنين وخمس سنين، وخطيبها بقاله 7 سنين وثلاث شهور وحاجات كده، لان فتره الخطبه دي احنا عايزين نقول انها في النهايه هي فتره تكلف، تكلف الاخت بتتكلف والاخ بيتكلف، فمش هنقدر نوصل منها للنتيجه اللي احنا عايزينها. عشان كده بنقول احنا بنسال عن الشاب دوت، لما نتاكد ان هو انسان طيب وفاضل بنقول له: لو سمحت، ما دمت خدت قرار بالموافقه على بنتنا واحنا خدنا قرار بالموافقه على حضرتك، خلاص كل واحد في حاله واحنا مدين لك وعد، لكن تتقدم لتعقد عشان ما نقعش في مشاكل شرعيه. انما واضح من كلام حضرتك تقول في خناقات ما بينكم ومشاكل، يعني معنى كده ان في يعني قد يكون في تجاوزات. تجاوزات معنى ايه؟ قعد مع بعض او خروج او كلام كتير في التليفون بيترتب عليه مشاكل وحاجات زي كده. الاصل يا جماعه ان ما يكونش كده، ولسه هنتكلم في ان ايه اللي يجوز في فتره الخطبه وايه اللي ما يجوزش، في امور تجوز وفي امور لا تجوز تماما. والجواز زي ما قلنا الخطبه ما هيش جواز وانما هي وعد بالزواج. الاستاذ مخلوف من الجزائر، السلام عليكم. محمود. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا محمود حبيبي الغالي، اهلا وسهلا. كيف حالك يا اخي محمود؟ ربنا يعزك ويسترك ان شاء الله. الوش المنوره دي على طول. ده انتوا اصحاب الوجوه المنيره، ربنا يبارك فيكم حبايبي. لا انتوا ان شاء الله. الله يبارك. اخويا محمود عندي مداخله غير موضوع الحلقه. اتفضل. بخصوص اخواننا يعني في فلسطين يعني. نعم. يعني نريد يعني منك ان يعني نصيحه كيف يعني كيف نعينهم، يعني لا نبقى ان نتكلم هكذا. نعم. بل نريد افعال يعني، نريد افعال يعني. نعم. لا نبقى نتكلم هكذا يعني دعاء لهم، دعاء لهم ولو الدعاء مطلوب. نعم. لكن نريد ان نفعل شيئا يعني بدون. نعم. ان يعني ان نمس يعني كما أنا نسأل كما نقولوا بأوطان بتاعنا يعني نريد أن نفعل أفعال يعني، لأنه. نعم. يعني وطبعا احنا استاذ مخلوف والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لا ما نقدرش ننسى ابدا اخواننا وحبايبنا من اهل فلسطين، وبندعو لهم والله من قلوبنا في كل لحظه. واحنا على فكره لما بنتكلم مثلا في موضوع زي موضوع الزواج ده، والله في موضوع الزواج واحنا بنتكلم عن الجواز يا جماعه والله لم نبتعد ابدا عن موضوعاتنا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، لان الاسر المسلمه لما ينصلح حالها والبيوت المسلمه لما تستقيم على طاعه ربنا وعلى سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لما نقوم كلنا ندعو ربنا هينصر اخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى. مين؟ دكتور سيد. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور سيد؟ ربنا يخليك. يا اهلا وسهلا بحضرتك. والله يعني انا يعني سعيد جدا ب ب باسلوبك في الدعوه، دي حقيقي. ربنا يكرمك. بلاحظ ان يعني قدرت تجذب قدر كبير جدا جدا من الشباب. الحمد لله. اللي فعلا اقدر اقول انه ابق تماما يعني. الحمد لله. لكن الدعوه الى الله على بصيره هي دي اللي الواحد بيجدها عند العلماء الحقيقيين، علماء الباطن. ربنا يبارك فيك يا رب. فانا يعني بتصل بحضرتك دلوقتي لان الموضوع اللي انت طرحتيه الموضوع جميل جدا. انا بامانه يعني ليا بعض الابحاث
وتقدمت بها لهيئة الإعجاز العلمي من الكتاب ومن السنة، والكلام جديد كله ما شاء الله، والكلام كله من الكتاب ومن السنة، ويفتقر إليه ما شاء الله معظم علماء المسلمين ما شاء الله وعلماء الغرب في أمس الحاجة للدعوة بهذه الطريقة ولهذه المعلومات اللي من الكتاب ومن السنة. نعم حضرتك، من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي تفيد في أمر الزواج ودينه تجديده يعني، نعم، إن لابد أن يكون هناك فيه اتصال فكري، نعم، في اتصال فكري واتصال روحي. انا سامحني دكتور سيد، والله فاضل ربع دقيقه على انتهاء البرنامج، فلو حضرتك تاخد تليفوني من كنترول وندردش مع بعض في الموضوع، لان فعلا انا مشتاق جدا ان انا اعرف البحث اللي حضرتك عامله. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، وكنت اتمنى يكون والله في وقت في البرنامج، اسعد جدا بلقاء حضرتك. اخواني وحبايبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هنكمل ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله في ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حوار مع خاطب الجزء الثالث ان شاء الله، علشان نحط رجلين شبابنا على الطريق الصحيح في الزواج، ورجلين واخواتنا يعرفوا الطريق الصحيح للزواج، وازاي نأسس اسره مسلمه على غرار وعلى مثال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.